أنا بربط كلامك بالأمن الفكري والفكر الوطني والانتماء والولاء للوطن. ترى لما تصيغ أنت مجتمع سعودي من شرائح متعددة مثل جلستنا هذه، احنا الآن حققنا هدف من أهداف الملك عبد العزيز الله يغفر له، الملك عبد العزيز فرغنا للعبادة، بينما كنا قبل فترة الملك عبد العزيز ما نقدر يا دوب احنا ندافع عن ضرورتنا الخمس. عيد الكلمة دي طال عمرك، الملك عبد العزيز فرغنا للعبادة، واشرحها، تراها عميقة عميقة عميقة. انا اتكلم، وانا طبعا اتكلم عن البعد الفكري والانتماء الوطني والولاء لولاة الامر. قبل التوحيد يا دوب الانسان بس يدافع عن عرضه، عن نفسه، عن ماله، صح ولا لا؟ هل انت شربه. السؤال اللي يطرح نفسه، هل انت بالمعمعة ذي تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. على حق وحقيقة؟ لا والله. جاء الملك عبد العزيز، وهذه قلناها حنا ونقولها وندرسها عيالنا وعيال عيالنا، وعلى فكرة ولله الحمد ما هو يعني تنقيص للآخرين، بعفيف بعفيف كمجتمع وطني والله مطبق ذي من ناحية الانتماء، حقيقة الانتماء وحقيقة الولاء. طبعا الملك عبد العزيز لما يعني رسخ الأمن واستقر، وش صار عندنا يا طويل العمر؟ هلا بس نعبد الله سبحانه وتعالى بس. بس من ضمن العبادة، على فكرة احنا مخلوقين ليش؟ احنا مخلوقين للعبادة. طيب طالما اننا مخلوقين للعبادة، هل العبادة صلاة وزكاة وحج وبس؟ لا. جلستنا ذي ما هي أخوية ووطنية؟ لا. هذه هي منبع العبادة، التكاتف والأخوة. وعلى فكرة أنا تعليق على كلام الشيخ، هذا هو الأمن الفكري الحقيقي الوطني، واللي للأسف غيب من أعدائنا. وشفنا حنا يعني للأسف الساحة الأمنية وش يصير فيها، الهدف وشو؟ والله يا جماعة، والله يا جماعة إن الهدف هو ضرب الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية في عمق وفي مقتل. وأحيانا عن طريق أبو من شيخ؟ أبو ثامر. أحيانا أبو ثامر، أحيانا عن طريق النكتة. أمس جانا متخصصين وقال النكتة في سعودي كذا كذا، وفي خليجي كذا كذا، وفي سعودي، عن طريق النكتة يضرب الهوية الوطنية، لدرجة بعدين وش تصير؟ تستحي مثلا تنتمي لهالمكون الخليجي، تستحي في الأخير تحاول تدور لك مكون ثاني وتزعزع. ولكن كلامك اللي قبله شوي أنا سمعت في الوطنيات في الأمن الفكري كلام كثير جميل، لكن كلمة جمعت ما بين التشريع أو التأصيل الشرعي والوطني، كلمة أن فرغنا للعبادة، هذه تصك باب على كل من يتحرز من كلمة وطن. صح. شفت؟ نعم. الناس المشوشين، الناس المضحوك عليهم، الناس الجاهلين، الناس الملعوب عليهم، كلمة إن الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله فرغنا للعبادة، هذه بحد ذاتها والله شيء عظيم. أبو ثامر أخويا الملك عبد العزيز أيام زمان وكانوا يسمونهم إيش؟ أخوان من إيش؟ أخوان من طاع الله، كلهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. اتمام الله يرحمه الملك عبد العزيز وحد الجزيرة العربية، وجمع القبائل مع الحاضرة والبدو، وصارت وحدة وطنية، يا سلام، متماسكين متحابين، رايتنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم محمد، كتابنا كتاب الله وسنة رسوله، ونحن نحب ولا تمرنا ونحب التراب اللي نمشي غصبا عن الحاسدين وغصبا عن الحاقدين وغصبا عن كل واحد. احنا متحدين بقيادتنا ولا تمر، وحنا يا والدي حنا نحبهم امتدادا لحب ابائنا واجدادنا. نعم. يعني احنا ما هو بجديد الحب، الحب لهم عباده بعد ولا لا يا جماعه؟ نعم. عبد العزيز فرغنا للعباده باذن الله، طبعا ما جاءنا الامن، لكن قبلها كانت في الحرم المكي على أربعة أئمة جماعة من الملك عبد العزيز على إمامه واحد مدينة. هذه في مكة المكبريات الأربع. نعم. كان الملك عبد العزيز هذا، فما أعطيت هالحكمة إلا يعني بقوة الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز كان عنده العلم الشرعي، وكان عنده العلم السياسي، وكان عنده العلم القيادي، علوم كاملة، يعني كان
جامعة بس وظفها لمن؟ وظفها لمن؟ هل البلد وظفها لنا الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له ويرحمه صراحة يعني ندعي له مثل ما ندعي له ملوكنا كلهم ويطول في عمر ملكنا ويعزه ويعينه. سؤال من أطلع من عفيف لا لا صلي على النبي. أنت ما طلعت من عفيف أنت ما طلعت بالعكس عفيف مثل ما ذكر الشيخ المكون الوطني الموجود في عفيف احنا ندور حوله ما طلعنا. نعم نعم على أساس كذا أنا ودي أسترسل موضوع التعليم تسمحون لي؟ مساحة عند عبد الله خلوا عبد الله يقول مشاركته عبد الله انت عندك التعليم عفيف والله ما تتقي على درب الاولين اقول التعليم على فكره انا كنت معلم وعفيف محضن للمعلمين والمعلمات واللي يجي طال عمرك ما يطلع من عندكم الله يجزاك خير شهادة 16 سنه صراحه الله يرفع من المناطق اللي الناس يرتاحون لاهاليهم فيها الله يرفع قدرك سواء البنات ولا الشباب على فكره ترى ما يرتاح تدري ليش يرتاح؟ لانه يجلس مع فعلا مع مكون وطني من عده اشخاص ما في تفرقه ترى شوف لو جلست لك مع اسره معينه او يمكن انه ايش؟ ما انت مثل اللي جلست مع هذا فلان وهذا فلان متنوعين وهذه بعد يعتبر من ينابيع الوطنيه وفي ميزه في عفيف يا جماعه الخير الربع اساس انهم يمكن يتحرجون من الموضوع ذا من ناحيه التجاريه القعود تشتري من عفيف ما تنزل في الديره الثانيه ولا ماخذ لك مكسب مبروك نعم في بركة وفي رخص في الأسعار أبا أعلق لك على الجزئية دي أنا تشرفت بالسلام على مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز الله يمتع بالصحة العافية وش فيه كان بالحرم في سنة من السنوات وهذه الحقيقة شهادة يعتزون فيها العفيف من قمة وقامة شرعية شفت في المطاف وقلت بسلم عليه الشيخ محبة لله لما سلمت عليه قال منين أنت قلت أنا فلان بفلان قال منين والله يا جماعة هذا اللي حصل ويذكرها الشيخ يمكن قال منين قلت من عفيف قال عفيف يا ولدي مدينة مبروكة بارك الله فيها اي والله صح طبعا صحيح والله اي والله تبي تشارك عبد الله لا لا تفضل تفضل كمل النقطة ذي كملها احنا كان عندنا واحد من خيانا من اهل نجران والله اني يشيل المواتر القديمة ما تسوى وقلنا خسران وخسران والله اني يقول ابيعها بدبل نعم مبروكة وهذه بعد شهادة احنا نعتز بها ونفتخر بها والحمد لله يعني والشكر. اللي عنده تجارة ولا شيء يجينا هنا ولا اختراع احنا نسويها هذه من بركات بعد وحدة الوطن واتحاد الوطن اي نعم هات بس ترى ظلم عفيف كانت ظلم امه كانت تبع تعليم عفيف اي نعم على فترة اي نعم عبد الله عنده مشاركة تفضل عبد الله شو اسمه لاني ماني بحافظها والله توني كاتبها قبل لا اشتكوا ما سويتوه والله ابن لحقنا وما لحقنا طعمك ما شاء الله عليك ما تحتاج فلوس لا في رسالة انا الحقيقة تعليمية بعلق عليها بدي حتى معرض شباب اذا الفلاش قدرت تنزلونه في رسالة الشباب يبغونها اي والله ضروري تعلق عليها تعلق تفضل لا انا ودي ان الرسالة يشوفونها طيب. مع زيب عسى الله طيب الله يعطيك العافية ابو ثامر سمع عبد الله تردون معنا ولا اذا ما رديت بس طيب رد معك مره روح احنا نستفيد منكم انتم مساتنا في الشعر وفي الشيلات يا العمه مين يرد هذا الشاعر من عيون يا هلا بقلبك الله يضيف لكم احترام الله يسعدك الله يرفع قلبك والله لك